السلام عليكم أخوان. محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة الأكيوت مايلويد لوكيميا. والأكيوت مايلويد لوكيميا لها عدة مسميات، ممكن نسميها أكيوت مايلويجينوس لوكيميا أو أكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا أو أكيوت جرانيلوسيتيك لوكيميا أو أكيوت نون لمفوسيتيك لوكيميا. هذه مختصة بالمايلويد سيريز. الأكيوت هي معناها أنه younger patient، الأكيوت تعني لك أنه appropriate عند rapid onset. المايلوجينوس معناها جاي من مايلويد سيريز، واللوكيميا هي بالحقيقة هي cancer of the bone marrow cells، وتنتقل هذه الكانسر سيل من البون مارو الأوريجين مالتها إلى البيرفرال سيركوليشن، فتعطيك هذه البيكتشر مال الليكويد مالجنسي بشكل الأكيوت مايلويد لوكيميا. الأكيوت مايلويد لوكيميا عموما هي يعني الغالبية أنه تكون دينوفو لوحده، لكن ممكن تكون سكندري تايب اللي ترانسفورم فروم دي سي ام ال اور اذر ديزيز، وهذه تكون فيري باد بروجنوزز. البلاست بالمايلويد لوكيميا هي نوعين، ايذر مايلوبلاست او مونوبلاست. المايلوبلاست هي تتميز بانه لارج ماتشور سيل، نيوكليولاي ار مور بروميننت، وبها اكو هذه الازيروفيليك جرانيول اللي هي نسميها الاور رودز اللي هي العصي الخضراء، اذا تذكرون بالسلايدات اللي مال الاكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا انترودكشن المحاضره السابقه كنت حاط لكم اياها بالسلايد، الاور رودز جرينش. والمايلو بيروكسيديز ايضا بوزيتيف، وهذا المايلو بيروكسيديز بوزيتيف ماخذ الكلر مالته الجرين كلر من النيوتروفيل لان لونها اخضر. المونوبلاست بالناحيه الثانيه تكون انه بروميننت نيوكليولاي ولس جرانيول وما بها اور روز، ولكن السيتوبلازم بها فاكيولز. واذا نشوف هنا ذس از مونوبلاست ذس از مايلوبلاست ذس از مونوبلاست، واذا تشوف هنا الفاكيولز اللي موجوده بالسيتوبلازم هنا ما موجوده عندك. ريسك فاكتور تقريبا مشابه للريسك فاكتور مع ال 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 هي جينيتيك وانفايرمنتال فاكتور، انتينيوبلاستيك كيموثيرابي، الانايزنج راديشن اللي هو قلنا انه الهاي انرجي راديشن، الهوشكن لنفوما ايضا تكون واحدة من الاسباب يصير ترانسفورميشن من الهوشكن الى الاي ام ال، البنزين، والجينيتيك ديس اوردر مثل الداون سيندروم وتيرنر سيندروم وكلاين فلتر سيندروم. السكندري اي ام ال هي جايه ايضا من مايلو ديسبلاستيك سيندروم الام دي اس او المايلو بروفيرت ديس اوردر مثل ما قلنا سي ام ال. ممكن الابلاستيك انيميا الباراكسيزمال نكتوريال هيموغلوبين يورير فانكوني انيميا ايضا تؤدي الى سكندري تايب اي ام ال، وهنا قلنا تكون باد بروجنوزز. الاكيوت مايلويد لوكيميا مثل ما قلنا هو مونوكلونال مالجنان سيل ارايزنج من البون مارو وتطلع تروح للبيرفرال سيركوليشن. عاده المريض يكون 40 الى 60 يير اولد، البلاست اكثر من 20%، واحنا طبعا هنا بدنا نحكي بلاست يعني اما تشور مو سايد لانه اكيوت. الايرلي سيل مين لارج اند اماتشور لانه هي بلاست قلنا ايرلي بلوك، لكن هذه صحيح هي بها اماتشورتي سيل لكن هي تحافظ على الريبليكيشن اكتيفيتي مالتها، فلذلك انه راح يصير عندك هوايه بلاست، وهاي الهوايه بلاست راح كلاود ذا بون مارو، فيكون البون مارو ات ريسك تو بانسايتوبينيا، ونتيجه البانسايتوبينيا يكون انفكشن وهومورج وبليدنج، والبليدنج اللي يصير هنا هو يكون ميكوزال بليدنج. خلي بالك مو ديب بليدنج يعني مهم ارثروسيس، لانه الديفكت اللي يصير عندك بالبليتلت نمبر مو بالكوبيليشن ديفكت. اللوكيميك سيل عاده من تجمع وتكتر قلنا هذه تسوي هذه المشاكل مع البانسايتوبينيا والانفكشن والبليدنج والانيميا، وبالاضافه انه ممكن تروح لاذر سوليد اورجان بالبودي مثلا توصل للسي ان اس وتسوي لك نيورولوجيكال مانيفستيشن، ممكن توصل للليفر والسبلين وتسوي هيباتوسبلين وميغالي، ممكن توصل للفنود لفادينوباثي وتكون بينلس، وممكن بالبون نفسه لانه مليان بالبلاست يصير تندر. عموما انه الام 5 تسوي لك توصل للسكين انفلتريشن، او تحديدا تصير بالجام، جام هايبرتروفي او جنجايفال هايبربليزيا دو تو جام انفلتريشن. كلاسيفيكيشن اوف اي ام ال ان من الصفر للسبعه كلهن سيئات بالعموم عدا الام 2 اللي هي مايلوبلاستيك وذ ماتشوريشن، فهي ترانسلوكيشن مالتها 8-21 وهي تعتبر جود بروجنوزز ونسبتها لا باس بها. وعندك الام 3 طبعا هذه يعني ناسي احد 25 ل 30%،
الام 3 اكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا هذه تعتبر ارقى الانواع واحسنهن ترانسليشن 15 17 وجود بروجنوزز، لكن مشكلتها تصير وياها دي اي سي. يعني احنا بنقول هي فيري جود بروجنوزز اذا بدون الدي اي سي. الام 4 المايلوموسيتيك اللي هي فيرجن 16 ايضا جود بروجنوزز، الباقيات كلهن سيئات، بيشنت جو اند داي باسرع ما يكون. سيتوجينيتيك اكو جود بروجنوزز اللي هم ترانسليشن 8 21 و 15 17 و انفيرشن 16، هذول فيري جود بروجنوزز. اما الانترميديت اللي هم عندهم نورمال كاريوتايب ترانسليشن 19 11 والباد بروجنوزز هو الانفيرشن 3 والمونوسومي 7. الامل النوع الفيري جود بروجنوزز اللي هو ام 3 اللي هو نسميه اكيوت برومالستيك لوكيميا اللي يتميز بالترانسليشن 15 17 اللي هو يتميز اكو فيوجن جين، يعني بروميلوسيتيك لوكيميا جين يفيوز وذ ريتينويك اسيد ريسبتور الفا جين يسوي لك هذا الكايميريك بروتين. هذا الكايميريك بروتين هسه نجي عليه انه راح يمنع الماتوريشن مالت المايلوبلاست فتسوي هذا الديفكت. طبعا هذا قلنا يجي دي اي سي يكون فيري باد بروجنوزز، لكن بدون دي اي سي يكون فيري جود بروجنوزز. ممكن التريتمنت مالته بواسطه فيتامين اي اللي هو اترا اللي هو all trans retinoic acid. لان favorable prognostic factor بالAML اذا كان البيشنت old age older than 60 white BC count كل ما يكون اكثر من 100,000 سيء poor performance state و secondary type secondary AML و mutation of FLT3 يكون ايضا سيء. الdiagnosis of AML مثل ما diagnosis الAML نحتاج انه اللاب بالبداية ونحتاج المورفولوجي اناليسيس يعني بيرفورال سمير ونحتاج كروموسوم ترانسليشن كنت لقينا 15 17 بالبي ام ال المولكيولر ماركر سيتوكيميكال اناليسيس البيروكسيديز الاستريس النتي دي دي المايلو بيروكسيديز اثنين يكون المايلو بيروكسيديز بوزيتيف بالاي ام ال ولكن تي دي تي يكون نيجاتيف ومختصر التي دي دي هذا هنا موجود عندك اللي هو تيرمينال ديوكسينيوكليوتايد الترانسفيريز. الكلاستر ديفرنشيشن ايضا يفيدنا بالدياجنوزز. اللابز مهمة جدا البيرفرال بلاد تشوف البلاست والبليتلت والانيميا كلهن نشوفهن. الوايت بي سي كاونت عادة يكون اقل من 10,000 لكن يكون اكثر من 100,000 بالبور بروجنوزز. ايضا عندك هنا البلاست اللي نشوفه قلنا هي مايلوبلاست ومونوبلاست، والمايلوبلاست ميزتها انه المايلو بيروكسيديز والاور رودز الموجودة، اما هنا المونوبلاست اللي ما بيها اور رودز ولس جرانيول لكن اكو باكي ليت سايتوبلازم. البون مارو بايوبسي هايبر سيلولر بلاست اكثر من 20% يوجوالي البلاست يعني مالي للبون مارو ولذلك يخليه تينتر. اميون ستوكيمستري ايضا نقدر نشوف السيلز تايب. الام 3 ارجع لك عليها اللي هي فيري جود بروجنوزز تنشا منانا من هذه المكان اللي هي بيه. طبعا البيشنت يانجر ايج البروماليستيك از نوت يت ماتشور. شوف هنا هي هاي المايلوبلاست البروماليوسايت يعني تقريبا سايت تصير سايت تصير ماتوريشن لكن بعد هي مو كلش فمو كلش وصلت للماتوريتي. هي تعتبر من الام 3 ام ال وتتميز بالاور روز والمايلو بيروكسيديز. الترانسلوكيشن معناته قلنا انه 15 17. الدي اي سي هو لايف ثريتند اوكيرات دياجنوزز اور شورتلي افتر تريتمنت فيري جود بروجنوزز انلس دي اي سي بريزنت. الاترا اللي هو فيتامين اي او ترانسلوترونيك اسيد انديوس ماتوريشن اوف ذا برومايلوسايت يخليها راسا تحولها الى ماتشور، فاذا تحولت الى ماتشور راح تعطي ماتشور جرانيلوسايت فتروح على الابوبتوتيك باثوي ويتخلص من عندها الجسم. الارزينك ترايوكسايد ايضا يستخدم مثل ما يستخدم الاترا يعني هو هم ممكن يستخدم بالتريتمنت مع البي ام ال. طبعا هو بويزن لكن اذا يعني اكو مقوله للسير ويليام اوسلر يقول انه البويزن بيد الطبيب الحاذق يكون تريتمنت والتريتمنت بيد الطبيب اللي ما فاهم الدنيا شلون راح يكون بويزنك. بالبي ام ال اللي هو بروماليستيك لوكيميا انه قلنا هذا الجين اللي هو بروماليستيك لوكيميا جين وبيفيوزد يصير ترانسليشن
15 17 راح يصير فيوجن بهذا الجينات اثنيناتهم البي ام ال والرارا الفا اللي هو ريسبتر جين بيعطيك هذا الكايميريك بروتين، والكايميريك بروتين هو راح يعطي بالنتيجه الى ابنورمال ريتينويك ميتابوليزم وينطي ارستوبروما لسايد ديفرنشيشن. لذلك احنا هنا نستخدم الاثرا ريتينويك اسيد هو راح بروموت ديس ديفرنشيشن اند ماتوريشن. استخدامات اخرى للفيتامين اي اللي هو الاثرا ممكن يستخدم بالاكني، ممكن يستخدم بالميزل يقلل ريسك اوف بلايندنس، ممكن نستخدم هذه بالبرومانستيك لوكيميليمتريتاي، وكذلك يستخدم بالهايريكوبليكيان اللي هو بريمانيجنات ليجين، وممكن يستخدم بالريتينايتس بيجمنتوزا. الامل عموما التريتمنت مالتها كل الانواع هي تعالج بالكيموثيرابي اللي هو في البروتوكول يسموه 73 وعبارة عن سايتوسال ويا دوكسوروبسين وهو هايلي مايلوسابرسيف بروتوكول. يعني اغلب المرضى يدخلون بسيفير نيوتروبينيا وبرولونج نيوتروبينيا، اغلب المرضى حقيقة لوست الشهر الاول من التريتمنت بهاي سبيشاليتي سنتر واكو امكانيات يلا يقدرون يصدرون عليها. طبعا عموما اذا البيشنت كان عنده إمكانية ويانقول بيرفورمانس مالته زينة فبعد الاندكشن بروتوكول اللي هو سيتوسير والدوكسوروبسين يحولوا على الالوجينين كيموبويتك ستيم سيل ترانسبلانت. إذا بور بيرفورمانس يبقى بس كيموثيرابي. الأكيوت بروماليستيك لوكيميا الام 3 قلنا علاجها بالأترا أو الأيتيول اللي هو أرزينك ترايوكسايد. مشكلة هذا علاج هذا طبعا مو كيموثيرابي ولذلك ما بي سايد افكت مع الكيموثيرابي، لكن بي هذا السايد افكت اللي هو الديفرنشيتد سيندروم. الديفرنشيتد سيندروم او سابقا يسمى الاي بي ال سيندروم كيوت بروماليستيك لوكيميا سيندروم او كولد اترا سيندروم. هذا شنو هذا السيندروم؟ هذا يظهر بالبيشنت اللي عندهم ليكوسايد كاونت اصلا من يبدون بالتريتمنت عالي جدا اكثر من 10000 خلال الاسبوع الاول من التريتمنت. يظهر بالاترا تريتمنت ويظهر بالاي تي او تريتمنت. بالأترى يظهر بنسبة 25% أما بالأيتيو يظهر بنسبة 30%. المانيفستيشن أو ذي السندروم هو فيفر وهيباتورينال فيلر وبلورال فيوجين وريسباريتر ديسترس سندروم والكارديو باسكولر كولابس. أحسن شيء يعني بالتريتمنت ممكن توقف تمبرالي للتريتمنت وتبطي دكساميتازون. هاي دول دكساميتازون 10 ميليغرام باي تايم ديلي فور 3 دايز عند ما يصير ريكفري ترجع على التريتمنت من جديد. لهنا أنا يعني كملت وياكم محاضرة الأكيوت مايلويد لوكيميا، إن شاء الله تكون مفهومة لكم ونشوفكم على خير.